نحن على أبوابها ما ندري، هذا كله عند الله عز وجل، التقدير عند الله. لكن ما الذي سيحصل؟ ماذا سيحدث في المعركة؟ من سينتصر؟ من سيهزم؟ العلامات الأخرى الكبرى متى ستظهر؟ في نفس الوقت بعده بزمن؟ هذه الأحداث سنعيشها وإياكم إلى نهاية العالم، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. هذا الرجل يقود الأمة، فتأتيه عصائب أهل الشام وأبدال العراق وجنود اليمن وأهل مصر، تتجمع الأمة حول هذا القائد الرباني الذي صنعه الرب عز وجل. وهذا الرجل يولد حاله كحال الناس، لكن يظهر بليلة واحدة بعد ما تتجمع عليه الناس ويقول له بايع فيبايع، ويقوم الجهاد في سبيل الله، فتبدأ المعركة بين المسلمين وبين الروم. لا تقول لي من الروم، الله أعلم، لكن يبدأ القتال حتى يصل المسلمون إلى القسطنطينية. القسطنطينية شنو يعني؟ إسطنبول. يصل جيشهم إلى إسطنبول، ثم يفتحون ويصلون ويدخلون أوروبا حتى يصلون كما وعد النبي إلى رومية، يعني إيطاليا. فيفتحون كل بلد، يفتحونها بالتكبير وبالتهليل، يكبرون فتنفتح البلد، ويبدأ المجاهدون في سبيل الله يتقدمون. وصلوا الآن إلى أوروبا، دخلوا أوروبا، هنا يصيح الشيطان صيحة حتى يوقف المسيرة. يقول لهم إن الشيطان قد خلفكم في ذراريكم، لأن المجاهدين خلوا عيالهم، خلوا حريمهم. ويقول لهم الشيطان وين رايحين؟ ترى الدجال طلع. والدجال رجل أعور، قصير، أفحج، جعد الرأس. هذا الرجل سأذكر لكم قصته بعد قليل. الآن هذه خدعة من الشيطان علشان بس يوقف الجيش. فالمهدي شو يسوي؟ يرسل 10 فوارس، طبعا الناس على خيول، يرسل 10 فوارس، قد يكون حقيقة أو يكون كناية على المراكب الموجودة الآن، الله أعلم، لكن يرسل 10 فوارس، هم خير فوارس على وجه الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. الله أكبر. شوف الطليعة يروحون وين عشان يتأكدون أن الدجال طلع ولا ما طلع. كانت كذبة من الشيطان، لكن لما يرجع الجيش يظهر الدجال حقيقة. يظهر من قبل المشرق. ما في الأرض فتنة أعظم من الدجال، ما في، ليست هناك فتنة على الأرض أعظم من الدجال. إهني من يواجه الدجال أصلا؟ النبي يقول إذا سمعتم به بأرض فانأوا، يعني منها، اهربوا منها، لا تواجهه. فإذا واجهته استعذ بالله، وقرأ عليه فواتح سورة الكهف، حفظوها عيالكم، حفظوها أهلكم، حفظوها أحبابكم، فواتح سورة الكهف وخواتيم سورة الكهف، تقرأ على الدجال فيعصمك الله عز وجل منه. يخرج من الدجال، تخيل، ما يمكث في الأرض إلا 40 يوم، لكنها أعظم فتنة على وجه الأرض كلها من آدم إلى أن تقوم الساعة، أعظم فتنة. تدري ليش؟ لأن هذا الرجل أولا الله يعطيه قدرات، يعطيه قدرات، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت إذا آمنوا به، وإذا كفروا به يأمر السماء فتمسك مطرها والأرض فتقحط حتى يفتن الناس به. معه جنة ونار، تخيل، معه جنة ونار. وإذا دخل الإنسان جنة دخل النار، وإذا دخل النار دخل الجنة. من يستطيع أن يتحمل هذا الأمر في ذلك اليوم؟ فتنة، كل واحد بس ماخذ أهله وعياله حابسهم من الخوف، هروب. تخيل الناس يدخل بلد إلى بلد وسريع جدا يجوب الأرض كلها، لا يستطيع أن يدخل فقط مكة والمدينة وقيل بيت المقدس فقط، وإلا الأرض كلها يدخلها. تخيل كالغيث استدبرته الريح. من فتنته والعياذ بالله، من فتنة هذا الرجل الذي يدعي الألوهية وأنه هو الله تعالى الله، لكنها فتنة. طبعا يتبعه أول ما يخرج 70,000 من اليهود من المشرق يأتونه، 70,000 يهودي، هذا مخلصهم المزعوم. ويتبعه كثير من الجهال وضعفاء الدين والناس اللي ما عندهم عقيدة، شافوا نزل مطر قالوا هذا الله، يأتي إلى الإنسان الضعيف يقول له أنت ما تؤمن فيني، ما أؤمن فيك، أعطني دليل أنك أنت الرب. فيقول له أين أمك أين أبوك؟ يقول أمي ميتة. تخيل 20-30 سنة ميتة أمه ولا أبو ميت. يقول ما رأيك لو أحييت أمك وأباك، أفتصدق أفتؤمن بي؟ خلينا نشوف. فيأمر قبرها فينشق القبر وتخرج أمه. تخيل 20 سنة ما شافها، لا المصيبة. شو تقول لأمه؟ تقول له يا بني، بعد أن يسلم عليه ويعانقها تخرج من قبرها،
تقول له يا بني آمن به فإنه ربك. طبعا شيطان ليست أمة، ولكن الغبي الساذج يؤمن به. والأمم فتنة، اللي يهرب واللي يفتن واللي يثبت على دينه فيقتل، والذي يعذب، والذي يأتي إلى المدينة يريد أن يدخلها ما يستطيع الدخول، الملائكة تحرس، يخرج له رجل يقول له أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي، فيضربه نصفين، يشق نصفين ويمشي بينه، ثم يأمره فيقوم مرة أخرى، والناس تنبهر أتباعه، فيقول له ها الآن آمنت بي؟ يقول لا والله ما ازددت إلا يقينا أنت الدجال. طيب وين المهدي في ذلك الزمان؟ يجيش الجيوش، والدجال وين راح يروح؟ يروح إلى فلسطين. شوف سبحان الله، يتجمع اليهود كلهم في فلسطين مع الدجال، كل اليهود معه، جئنا بكم لفيفا، يتجمعون في فلسطين للملحمة الكبرى. والمهدي وين؟ في دمشق الشام. اعرف سبحان الله ما الذي يغير الأمور يصرفها، إنه الله. يجتمعون وين؟ في المسجد الأموي، ربما المسجد الأموي، في النبي صلى الله عليه وسلم قال المنارة الشرقية بدمشق، في المسجد الأبيض، ما سماه النبي، قال بعض العلماء أنه المسجد الأموي. طبعا المهدي موجود والمجاهدون معه والمقاتلون يريدون مقاتلة من الدجال، لكن مو قادرين. فجأة يسمعون الغوث، جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. متى هذا الكلام؟ على أذان الفجر، أذن الفجر، الناس رايحة تصلي في المسجد بين الأذان والإقامة، فإذا بهم يسمعون النداء، جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. شنو الغوث؟ نزل عيسى بن مريم من السماء. الله أكبر، أنزل الله عز وجل روحه، عيسى بن مريم الذي رفعه، أرادوا قتله يهود فرفعه الله، الآن أنزله الرب عز وجل ليقتلهم. ينزل الله عيسى على جناحي ملك، ينزل أول ما يدخل في المسجد، الناس اصطفت لصلاة الفجر ما صلوا، طبعا الناس فرحانة الآن عيسى نزل يريد أن يصلي، المهدي يقدمه، تفضل نبي الله من أولو العزم من الرسل. فما يرضى عيسى بن مريم، يقول لا بل أنت تقدم. فيتقدم المهدي فيصلي، ثم يحمل الراية من؟ عيسى بن مريم، وينطلق الجهاد بصيحات الله أكبر. إلى أين؟ إلى فلسطين لتكون الملحمة الكبرى، ويحصل القتال، فينطق الحجر وينطق الشجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي. شوف الجبن من خشورة حجر، من خشورة جدار، من خشورة شجرة، فينحره المسلم نحرا ويقتله قتلا، فلا يسلط أحد على الدجال إلا عيسى بن مريم، فيأتيه فيضربه بحربة يبدأ بها النصر وتنتهي بها حكاية يهود وأسطورة يهود المزعومة، فينحره ويقتله عيسى بن مريم، ويحمل الرمح الذي سال به دم ذلك النجس، ويكبر المسلمون ويبدأ النصر، وينطلق الفرح بين الناس، وتنطلق البشرى في الأرض. فيخبر الله عيسى بن مريم، يا عيسى، شوف الفرح الآن ما طولت، يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، اهربوا، اهربوا إلى جبال الطور. ليش؟ قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، سوف يأتي قوم الآن ما تستطيع لا أنت ولا غيرك على قتالهم. من هم؟ حتى إذا فتحت يأجوج، فتحت يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لن تستطيع يا عيسى، ولن يستطيع المجاهدون قتال أولئك القوم، اهربوا. فيذهب المؤمنون إلى الجبال، إلى رؤوس الجبال، يهربون من يأجوج ومأجوج، لا يتركون أخضر ولا يابس، بل يأتون على بحيرة يشربونها عن آخرها تجف، حتى يأتي آخرهم يقول كان قد كان في هذه ماء، ظنوا أنهم قد قتلوا أهل الأرض. طبعا مكث عيسى في الأرض كلها 7 سنين، كل هذه الأحداث خلال 7 سنين. عيسى الآن مع المهدي مع المؤمنين على الجبال يدعون الله جل وعلا، ويأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض الفساد، مفسدون في الأرض، فظنوا أنهم قضوا على أهل الأرض، يقولون نريد أن نقضي على أهل السماء، فيرمون سهامهم إلى السماء، فيذهب السهم ويرجع بالدم، يظنون أنهم قد قتلوا أهل السماء، يعني الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. وبعد أن يلتهوا بمغنمهم ويدعو عيسى بن مريم والمؤمنون الصادقون، يرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج دود اسمه النغف، يقتلهم كلهم
كنفس واحدة، كقتل نفس واحدة على مد البصر جثث. فينزل يرسل عيسى بن مريم رجلا إلى الأرض، ينزل من الجبل يشوف شو اللي صاير، فينزل رجل من خير الناس فينظر فيرجع إلى عيسى يبشره أنهم قد ماتوا أهلكهم الله، فينزل عيسى والمؤمنون مستبشرون بقتل أجوج ومأجوج، فيدعو الله عيسى، يدعو الله أن ينجيه ويخلصه لأنهم أمتنوا الأرض كلها، فتأتي طيور عظيمة وتحمل هذه الجثث، ثم ينزل مطر يغسل الأرض، ثم تنبت الأرض ويحكم عيسى بن مريم حكمه العادل في الأرض، فتنبت الأرض وتكثر الخيرات، ثم يموت عيسى بن مريم. ولا زالت الأحداث تتوالى بعد هذه الأحداث، يعني التي تحصل مع الناس، تبدأ أحداث غريبة. يسمع الناس فجأة أن هناك دابة خرجت في مكة، حيوان يخرج في مكة، هذا الحيوان يتكلم كالبشر، حيوان لكنه غريب، يتكلم مثل الناس لا يتعرض له أحد، وإذا رأى إنسان وعظه، وإذا رأى كافرا ختم على جبينه أنه كافر خلاص، وإذا رأى مؤمنا ختم على جبينه بأنه مؤمن ولن يستطيع تغييره. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، الكون بدأ يختل خلاص، النواميس بدأت تضطرب، حيوان ويتكلم. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا عن آياتنا غافلين، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بدأت الدابة تظهر والناس يخافون، وبدأ القلق ينتشر في الأرض، والناس كلها الآن خائفة، الآن بدأت النواميس تختل. ما الذي سيحصل بعد الدابة؟ وهل هناك فرصة للتوبة في هذا الوقت؟ وهل من كان مفرطا في حياته يستطيع أن ينجو بنفسه في ذلك الزمان؟ ومتى يقفل شيء اسمه التوبة وينتهي على الناس زمان اسمه الرجوع إلى الله والإنابة إليه؟ هذا ما سوف نعرفه في الفقرة الأخيرة، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. هذه الدابة إذا خرجت، ربما في نفس اليوم الذي تخرج فيه الدابة يحدث أمر آخر في العالم، في الكون، وهناك بعض الدراسات تقول أن هذا الأمر محتمل، وهناك مؤشرات له. شفت الشمس تطلع من المشرق كل يوم، يوم من الأيام يستيقظ الناس فإذا بها قد طلعت من المغرب، هنا قل إنا لله وإنا إليه راجعون، شيء اسمه التوبة قد انتهى، شيء اسمه الرجوع إلى الله لا يوجد، شيء اسمه الاستغفار لن ينفع. في ذلك اليوم كل من لم يؤمن، كل من لم يصلي لله، كل من لم يركع لله عز وجل، لن ينفعه ركوعه ولا سجوده. يوم يأتي بعض آيات ربك، منها طلوع الشمس من المغرب. لا تقول الدنيا انتهت، ما انتهت الدنيا، الناس عايشة، ثلاث أيام تطلع الشمس من المغرب ثم ترجع مرة أخرى. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص لن ينفع إنسان لو بكى، لو استغاث بربه، لو قال خلاص بصلي، ما راح ينفع، التوبة قفلت عند الغرغرة قبل الموت، ما في توبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها ما في توبة. ربما نفس اليوم الدابة مع الشمس، كل العلامات هذه ترى في فترة قصيرة سوف تحصل. من العلامات لا زالت الدنيا في حياة، في أهل إيمان، في أهل كفر، الناس عايشة لا زالت، لكن منتظرين خراب العالم. فجأة من العلامات التي ستحصل، شفت السماء، الناس يرون السماء كلها قد امتلأت بالدخان. تخيل هذا المنظر، الأرض كلها قد امتلأت بدخان غطى عن الناس وحجبهم عن الشمس وحجبهم عن الكواكب وحجبهم عن السماء. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين،
يغشى الناس، يغطي الأرض، يغشى الناس هذا عذاب أليم. يقول الضالون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يبدأ الناس بالبكاء والاستغفار والدعاء، لكن لن ينفعهم. تحصل ثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، خسف عظيم يبتلع الناس، وخسف في جزيرة العرب. في مثل ذلك اليوم تخرج ريح من قبل اليمن، في مثل تلك الأيام والسنين تخرج ريح، ريح طيبة من قبل اليمن تنتشر في الأرض كلها. شو تسوي هذه الريح؟ تقبض روح كل مؤمن على وجه الأرض. لو كان في 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 شعف الجبال، لو كان في بطن البحر، تأتيه الريح وتقبض روح كل المؤمنين، تقبض روحهم كالزكمة، مثل العطسة تخرج روحه. فيا ويل من بقيت روحه في ذلك الوقت، فهو ليس من أهل الإيمان. لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، فأي مصحف يبقى؟ وأي مسجد يعبد الله فيه؟ ما في. شفت الكعبة هذه بعظمها الآن؟ هذه الكعبة سوف تهدم في ذلك الزمان حجرا حجرا. حتى النبي قال يوم من الأيام: كأني أراح اللي يهدم الكعبة بالفاس. الكعبة تهدم، فلا يحج إلى بيت الله، ولا يطاف بالبيت، ولا يقرأ مصحف. يرتفع المصاحف، ترتفع المصاحف. شفت المدينة الآن المنورة، هذا الحرم العظيم الذي يأتيه الناس بمئات الألوف، يأتي عليه زمان لا يمر فيه إلا السباع والكلاب، لا يأتي فيه أحد. حتى أن الرجل يمر عليه فيقول: قد كان في هذه حاضر من المسلمين، كانت في أمة من الأمم اسمها المسلمون، كانت تصلي في هذا المكان، أما الآن فلا تأتيه إلا السباع والحيوانات. في مثل ذلك الوقت الدنيا قد آذنت بالزوال، الدنيا قد بدأت تختل، النواميس، الكون، الخسوفات، الحيوانات تتكلم، ما الذي يجري، ما الذي يحدث؟ لم يبقى في الأرض إلا الكفار والفجار، لا يقال في الأرض كلمة الله. حتى أن بعض الناس يقولون: كنا نسمع أجدادنا يقولون لا إله إلا الله، ما يعرفون حتى معناها. انتهى الذكر، انتهت العبادة، لم يبقى في الأرض أحد يعبد الله عز وجل. شو صار في الأرض؟ يتهارجون تهارج الحمر، خلاص ما في عدالة، ما في صدق، ما في أمانة، ما في الناس يأكل بعضهم بعضا، فجار وكفار، شياطين الإنس وشياطين الجن تجمعت. في ذلك اليوم، في تلك اللحظات، تخرج أيضا من جهة اليمن نار. شنو قصة هذه النار؟ تبدأ تحشر الناس كلهم. تحشر الناس وين؟ الناس تركب، تهرب على الإبل، الأربعة على بعير واحد، يتفاوتون عليها، كل واحد يتناوبون عليها، واحد يركب واحد ينزل، واحد يركب واحد ينزل. يهرب الناس من هذه النار، يهرب الناس من هذه النار، حتى يركبوا ويصلوا إلى أين؟ إلى الشام. تتجمع الناس كلهم، شرار الخلق يتجمعون وين؟ في أرض في الشام، على أرض واحدة. فإذا بقي الناس على تلك الأرض، أذن الرب عز وجل لنافخ الصور أن ينفخ، فإن الساعة قد قامت. فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ينفخ في الصور، وإذا الناس كلهم، كل من عليها فان. الطيور تسقط، الحيوانات تموت، الحشرات تهلك، لا يبقى في الأرض حي، لا إنس ولا جن ولا حيوان ولا طير ولا شيء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تخيل، ليس من في الأرض فقط، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، في نفخة ثانية، كم بين النفخة الأولى والثانية؟ 40. يقول الصحابي: ما أدري، 40 يوم، أسبوع، شهر، نسى، 40. المهم بين النفخة الأولى والثانية شو يصير في الأرض في 40 هذه؟ ينزل مطر، أحاديث صريحة، مطر شديد ينزل ينزل ينزل. أجساد الناس من آدم إلى أن قامت، إلى أن انتهت الأرض، كلها تبدأ تنبت، تتكون الأجساد. فإذا اكتملت الأجساد، أمر الله عز وجل نافخ الصور أن ينفخ،
ليرى الناس أهوال القيامة وما يحدث للسماء وما يحدث للأرض وما يحدث للجبال وما يحصل للبحار، يراه الناس بأم أعينهم. فإذا قاموا من قبورهم وتبعثرت القبور قال الناس أين نذهب وإلى أين نسير؟ مثل وقوفك، قال الشاعر، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. تخيل لو جاء ذلك اليوم، ماذا ستصنع؟ بما ستجيب ربك؟ نحن الآن ولنكن صريحين مع بعضنا البعض، الله قال قبل 1400 سنة وأكثر اقتربت الساعة وانشق القمر، خلاص الساعة قد اقتربت. يسألونك عن الساعة، الله يقول في القرآن وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يمكن حنا الآن على أبوابها، فقد جاء أشراطها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هل تريد أن تنتظر الدجال عشان تتوب؟ أو تبي تنتظر الدخان في السماء عشان ترجع إلى الله عز وجل؟ إيش ناطر؟ ناطر الدابة تسمع فيها تتكلم علشان تبدأ تقرأ القرآن وتهجر الزنا والخنا والخمور؟ إيش ناطر؟ ناطر تشوف الخسف في الأرض أو الزلازل التي تنتشر؟ إيش ناطر؟ هل تنتظر أن ترى تلك الملاحم الكبرى والعلامات الكبرى في نهاية الساعة؟ أو تشوف الشمس تطلع من المغرب علشان تهجر الذنوب والمعاصي وتبدأ بالصلح بينك وبين ربك سبحانه؟ إيش منتظر؟ هل تنتظرون إلى الدجال؟ أو تنتظرون الشمس تطلع من المغرب؟ ماذا ننتظر؟ ألم يحن الوقت أن يقبل الإنسان على ربه عز وجل؟ ترى الإنسان اللي غافل ومو منتظر الساعة، هذا للأسف قد تأتيه الساعة على غفلته. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت إذا سألك الرب عز وجل يوم القيامة؟ عبدي ماذا صنعت في هذه الدنيا؟ والله كل ما نراه اليوم من حولنا من انتشار علامات الساعة الصغرى وقرب الآن الملاحم الكبرى والدول الآن كلها تدق طبول الحرب، واليهود الآن يستعدون للمخلص كما يزعمون دجالهم الأعور وكما يزعمون أنهم سينتصرون علينا به، كل العالم الآن يتجهز ويدفع باتجاه نهاية هذا العالم وخرابه، وكل العالم الآن يرجع وتقودهم رجال دينهم، رجال الدين الآن يقودون تلك الدول العظمى وهم يؤججون نار الحروب لأنهم يعلمون أن النهاية قد اقتربت وأن الساعة قد أوشكت. أخي الكريم، أختي الفاضلة، متى نستعد؟ متى نتجهز لنهاية العالم؟ ماذا صنعنا في دنيانا؟ ماذا فعلنا؟ إذا كنا الآن في الحقبة الأخيرة، ما الذي بقي؟ لم يبقى شيء، لم يبقى إلا أن نستعد للقاء الله عز وجل. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والله عز وجل جعل بابا للتوبة ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. كن مستعدا من الآن، جهز نفسك وأهلك للقاء الله عز وجل، واعلم أن الساعة قد اقتربت، لن ينجو إلا من استعد لها. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ويتوب علينا جميعا ويقينا عذابه يوم يبعث عباده. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من ساعة صراحة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.